خبرنا ليش تهى الفكرة العظيمة تبعك هيدي اختراع؟ اختراعي سوف يأتي بحل تكنولوجي لأمر 81% من سكان العالم لا يفعلونه إطلاقاً، أمر زادت شهرته بجائحة الكورونا، ولكن هذا لم يزده أي سهولة ولا مرونة. إني أتكلم بالطبع عن غسل اليدين. اختراعي هو أول آلة أوتوماتيكية في العالم لغسل وتجفيف اليدين. إذا أردت أن تغسل يديك يجب عليك أن تدخلهما في حجرتي الغسيل، أين سيتم رش الماء تحت ضغط معين، ثم الصابون، ثم الماء، بعد ذلك الهواء للتجفيف. هذا في ظرف 35 ثانية فقط. نحن نأمل بهذا الاختراع أن ننقص من تبذير الماء بنسبة 78% والحفاظ على صحة صغارنا وكبارنا لحياة أفضل. The AZ Clean Station. حلو، حضرتك دكتور طبيب ولا شو؟ أنا دكتور في البيولوجية، عندي شهادة دكتوراه في العلوم البيولوجية من فرنسا. فيك تكون كمان دكتور تسويق، كتير منيح. متشكرين دكتور. ليش اخترت الماء والصابون؟ أثبتت عدة من البحوث أن الصابون هو way more effective، يعني الميكانيزم of action تاع الصابون الهيدروفيليك والهيدروفوبيك، هو يدخل في الفيروسز and disrupt the membrane of the virus and remove the virus. هيدا الجهاز شايفه؟ نعم. بيعملوا تنظيف للأيدي؟ نعم. أكثر شيء مقبولة هي في المصانع يمكن؟ الذي يغسل يدين فقط هو جهاز تضع يديك وثم يسبراي هذا الليكويد. الليكويد مكون من أمونيوم. لا لا، أنه هنقول إذا غيرنا خزان الكيميكال لخزان مياه وصابون. نعم. فيني أعمل لها اقتباس يعني تطورها من الكيميكال للمي والصابون بخلال نهار أو نهارين أنا وياك. دكتور أمين، يعني وين الإبداع في الموضوع؟ فهمت الإبداع. فرجيني التحدي اللي بدي حله أنا وياك. تقول لك شرف على الدوحة تنحله، لحديت هلأ ما شفت التحدي. التحدي هو أنه الماء والصابون اللي يكون يخرج في كلا الخزانين يكون عن طريق سبراي نوزلز. سبراي نوزلز هذا يكون على هذا المكان، سبراي الواتر والصابون من الفوق ونوزلز واحد اخرين من الاسفل يسبراي الماء والصابون من التحت. انت بتلخصها انه انا بحط ايدي مطرح ما بعمل شيء ثاني وما بقى في داعي اعمل كل هذه الحركات والتدليكات، ما بقى في داعي لكل هو؟ ما في داعي لكل هو، لانه الماء الذي يخرج يدخل تحت ضغط معين و certain inclinement of the water. انت عندك الديزاين كونفيجريشن جيومتري تبع النوزلز وين بده يكونوا، كم نوزل، كيف الاورينتيشن؟ نعم. ما شفنا شيء هون بالملف هذا. عندي 3D موديل، عندي بوزيشن اوف ذا نوزلز. I have sent an updated document. I can show you if you want. Don't show me. رح نطلب منك تقدم لنا خلال 24 ساعه updated file. سو انا مني تتاهل للمرحله الثانيه. زميلتي ما بعرف اذا انا كنت لحين في الجراي زون. ايه بس بما أنا رح تعطينا معلومات أكثر بنعطيك فرصة للمرحلة الثانية. متشكرين، شكرا لكم. مبروك. شكرا دكتور. باي باي.